أنا وحيد ومش محبوب، هاي جملة سمعتها من صديق إلي، ولما سمعتها استغربت لأني بعرف إنه في حواليه أشخاص بتحبه وموجودين عشانه. وكمان صديقة تانية إلي حكت لي إنها بتشعر بنفس المشاعر تقريبا، فأنا فكرت كتير إنه ليش يا ترى هم عم بيشعروا هيك، وبلشت أركز بشغلة صغيرة من بين دردشاتنا اللي كنا نحكيها سوا، وحسيت إنها شيء مشترك بيناتهم. التنين خبروني بهاي المشاعر، ومن بين حكينا لفت نظري إنه التنين حكولي إنهم بحبوا شخص، بس هالشخص ما بادلهم هاي المشاعر وما بقدروا يكونوا معه. هون أنا قلت أها، عرفت السبب الخفي لشعورهم بالوحدة أو عدم الحب من اللي حواليهم، إنهم مش شايفين الناس اللي حواليهم لأنهم هم مركزين على هذا الشخص تحديداً يلي هم بدهم إنه يبادلهم هاي المشاعر أو هاي المحبة اللي هم بيحبوا إياها. فهم كانوا مفكرين إنه ما في حدا بيحبهم لمجرد إنه هو هذا الشخص بعينه ما بادلهم هذا الشعور أو ما كان موجود معهم، مثل يلي ماسك نادور صغير كتير ومأشر فيه بس على هذا الشخص، بينما لو شلت عنه النادور هاد رح تلاقي فيه كتير ناس حواليه بتحبه بتهتم لأمره ومستعدة تعمل كتير شغلات مشانه. وممكن كمان تفسير تاني لنفس الموضوع إنه هم صغار لما كانوا أطفال ما شعروا بالمحبة من ممكن الأهل اللي هم كانوا أكتر أشخاص لازم يقدموا لهم هذا الحب، ما شعروا بالمحبة منهم أو الاهتمام، فهم ضل عندهم جروح داخلي إنه أنا ما حدا بحبني لأنه الأهل بالنسبة لإلهم ما حبوهم أو كانت أفعالهم ما بتعبر عن الحب بالنسبة لإلهم، فضلهم بعد ما كبروا ضل هذا الجرح جواتهم للطفل الداخلي تبعهم، وبغض النظر عن أي حدا حواليهم حاول يشعرهم بمشاعر تانية هما لسه الجرح جواتهم موجود، وبيقولهم إنه أنتوا مش محبوبين أو مش مرغوبين. فممكن يكون الموضوع من طفولتهم وبده شغل على الطفل الداخلي أو طبطبة على هذا الطفل الداخلي ونخليه يشعر إنه هو محبوب ومقبول. فدايما شوف يا ترى هل مشاعري أنا هاي حقيقية أو بس أنا حاس هيك لشي سبب مثل يلي هلأ إحنا حكينا. فدايما اتذكر إنه أنت محبوب، أنت مش وحيد، في كتير ناس بتحبك حتى لو أنت ما كنت مدرك هذا الشيء بهذا الوقت، بس أكيد في شيء حدا بحبك وبيشكر ربنا لأنه أنت موجود بحياته. فما تخلي أبداً عقلك اللاواعي يخدعك وتحكي أنا وحيد ومش محبوب.